قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيأتيه رجل قبيح الثياب، قبيح الوجه، منتن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالسوء. قال: أنا عملك الطالح. ده عمله. فإذا عملك هو أنيسك، وهو جليسك، وهو رفيقك. غدا بإذن الله عز وجل فاحسن العمل. ليس للمرء دارا بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. ما في ذل بجالسك، ما في ذل بآنسك، إنما الجليس العمل. ولا تغتر بما يروجه القبوريون. قال بيقولوا شيخنا بيقعد معانا وبلجنا الحجة عند الموت وبثبتنا ويدينا الشهادة وبيقعد في القبر جوا بجالسنا وبيتونس معانا، زي ما قال الشاعر السوداني المعروف، قال: يحضر مريد. وده الشيخ، وده من الكذب واللعب على هذه الأمة. قال الشيخ: يحضر مريده في النزع والكبر للحجة يلقن بأحسن التعبير، وله يوانس في الوحدة والشبار، في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. يحضر مريده في النزع والكبر للحجة يلقن بأحسن التعبير، وله يؤانس في الوحدة والشبر في جنان الخلد شاهد مولى الخبير. كذب على الله، كذب على الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن عباد الله، أحسنوا العمل، أحسنوا العمل، فإن عملك هو جليسك يوم القيامة في القبر. اجلس معك عملك. يقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالسوء. قال: أنا عملك الطالح. كنت بعيدا عن الطاعات، قريبا من المعاصي. فيقول العبد: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فعباد الله، يجب علينا أن نكون على استعداد لذلك اليوم. فما من عبد إلا وهو يلقى ربه تبارك وتعالى يوما من الأيام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حقيقة قدام الله، حتحمل على أعناق الرجال، حتدفن في القبور، أو ستكون يوما من الأيام في دار البرزخ. من لك في ذلك اليوم؟ من معك؟ من أنيسك؟ اعملوا صالحا عباد الله، أعدوا لذلك اليوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال العلماء: هذه عاقبة المشرك بالله سبحانه وتعالى. زي الزول جدعوه من السماء، من فوق رموه من السماء وهو ينزل إلى الأرض،
فتخطفه الطير، ربما تتخطف الطير تقطع في الهواء، أو تهوي به الريح تشيل الريح إلى مكان سحيق. لا يا أخوانا، لأنه جعل لله ندا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تتوكل على زول، تستعين بزول، ترجو من زول خير، داير من زول يدفع عنك الضر، ولا تركب حجاب ولا تميمة ولا تعتقد في مكشاشة ولا غيره من العقائد التي انتشرت في مجتمعاتنا الشركية الباطلة. هذا خسر الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: يدعو من دون الله ما لا ينفعه وما لا يضره، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال: فتعاد روحه إلى جسده. لما يرجع الروح إلى الجسد، قال: فيأتيه ملكان. لاحظ، ده العبد الفاجر. والخطبة الفاتت تكلمنا عن العبد المؤمن، عن العبد المؤمن. قال: فيأتيه ملكان فيجلسانه، يجلسانه. وهذا فيه دليل إلى ما ذهب إليه أهل السنة، أن العذاب في القبر على الروح والجسد معا، لا كما يقول المتفلسفة من المفكرين. واحد يدرس في الصربون ولا يدرس في وين، ويأتوا ليلخبطوا علينا ديننا، يقول ما في عذاب، لأنه لو فتحت القبر ما بتلقى زول يعذب فيه. سبحان الله، هذا عذاب برزخي، حياة أخروية لا ترى بالعين المجردة لو كانوا يعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فيجلسانه. ونحن عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق وأعلم وأبر وأفصح من كل المفكرين المنظرين، ولا مقارنة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيجلسانه. قال: فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. قال العلماء: كأنه يتذكر، كأنه بيتذكر. ها ستة، لما يسألوك سؤال تكون متذكر في الإجابة، تقول لأنه الإجابة عندك ما راسخة، ما محققة، ما متيقن منها. وفي رواية يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما عن قناعة، لأنه في الدنيا ما عنده صلة بالله. عشان كده في القبر يسألوه: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. قال: فيقولان له: من نبيك؟ أو ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: وما شأن الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. لأنه ما درى في الدنيا وما احتك بسنة رسول الله ولا ارتوى منها ولا اتبع رسول الله. أين السنة في البيوت؟ أين السنة في المجتمعات؟ أين السنة في الطرقات؟ أين السنة في البيع والشراء؟ رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اغتضى. وين السنة؟ زول تلقى ما عنده علاقة مع السنة ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ذا يوم القيامة في القبر يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لا أدري. لأنه الليلة لو في لبسة معينة، زي معين بتاع واحد لعب كورة ولا فنان، وفي لبسة تانية معروفة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، تا
تلقى الواحد لابس لبسة الفنان ولا لعب الكورة. ولما تقول لي ألبس زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تخليك متخلف يا أخي، ما تخليك زر رجعي. دي النوعية يوم القيامة اللي بتسأل يقول ها ها لا أدري، لأنه زمان في الدنيا معديها من فنان لفنان، من كورة لكورة، من نادي لنادي، ها، ومن الرؤساء والقادة والزعماء. أين رسول الله في حياتك أنت؟ وين النبي عليه الصلاة والسلام؟ تتأدب بأدبه، تتخلق بأخلاقه، تتعلم من سنته عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول ها ها لا أدري. فعند ذلك قال فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي. ودي المصيبة الكارثة، كذب عبدي. فأفرشوا له من النار وألبسوه منها ويفتح له باب إلى النار. ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.